آلاف المتطوعين العراقيين الذين استجابوا لنداء المرجعيات الدينية بالقتال يقبلون على منطقة باب الشرق في بغداد لشراء المعدات العسكرية الكفيلة بتأمين حماية أكبر لهم. وتعرض متاجر السلاح المعدات العسكرية من السترات المضادة للرصاص إلى الأزياء التمويهية مرورا بالمناظير والأحذية والخوذات وجعب الذخيرة. وبعد أن كانت عمليات البيع تقتصر على عناصر الجيش والشرطة، أصبح المتطوعون في طليعة المقبلين على شراء المعدات العسكرية. تأخذ أي حاجة اللي نحتاجها، مثلا تجهيزات، بدلة، درع أو شيء على حسابنا طبعا، هي بس هي مثل ما تقول هي وقفة ولازم نسوي هذا الشيء، مجبورين. احنا عندنا خبرة في معارك السابقة بنظام صدام البائد، ودخلنا معركة ثانية مع قوات الاحتلال الأمريكي بصفتنا جيش الإمام تابعين السيد القائد مقتدى الصدر، وخضنا معارك أخرى مع القاعدة وتنظيمات الإرهابية. وفي ضوء الذعر السائد في العراق نتيجة استيلاء مقاتلي التنظيمات المسلحة على مواقع عدة لا سيما في منطقة الأنبار، يشهد سوق بيع السلاح والمعدات العسكرية ارتفاعا جنونيا في الأسعار. بداية الأزمة صار زيادة بالمبيعات، يعني صارت الزيادة تقريبا 200% 300%، زين يعني ضعفين ثلاث أضعاف جاي نشتغل. رافق هاي الزيادة بالمبيعات غلاء بالأسعار. وبعدما كانت محاربة فوضى بيع وانتشار السلاح إحدى أولويات الحكومة العراقية، تتم عمليات بيع السلاح والمعدات العسكرية في الباب الشرقي تحت أعين عناصر الجيش والشرطة. كان الوضع أنه المبيعات كلها للجيش للشرطة دوائر الدولة، حاليا بعد الفتوى وبعد تأزم الأوضاع صارت المبيعات على كافة أنحاء الشعب. ويخشى تجار السلاح نفاذ ما بحوزتهم من مخزون، ويقولون إن التطورات الميدانية قطعت عنهم الإمدادات.